بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أول لقائنا من دروس العلوم الشرعية، وتحديدا في مادة الفقه المالكي. أدرسكم هذه المادة أنا عبد الضعيف رحيم بن عثمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التقويم. إن شاء الله رب سبحانه وتعالى فيما جمعنا في هذا المجلس المبارك يجمعنا في على حول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، دائما في البدايات لابد من مقدمات ومداخل تفضل الى المقاصد. ويجدر بنا في اول حصه من حصص ماده الفقه ان نعرج على بعض المعاني وبعض المفاهيم التي تمكننا من معرفه هذه الماده، وان نحدد حدودها. وكما يقول العلماء، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فنبدأ بإذن الله تعالى بتعريف الفقه. وتعريف الفقه ينبغي أن يكون أولا من ناحية اللغوية، ثم من الناحية الاصطلاحية. وبعد معرفة الفقه لابد أن نعرف أهمية التفقه في دين الله عز وجل، وأهمية دراسة الفقه الإسلامي وموضوعاته. وهذا إخواني الكرام يعني يتوقف على معرفة أيضا خصائص الفقه الإسلامي مقارنة بغيره من التشريعات والقوانين الأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يتفقهوا في الدين حتى يتعلموا ويعلموا غيرهم، ولكن هذا الأمر ليس على عمومه، بل يجب على طائفة من المسلمين أن يتفقهوا ويعلموا الباقي. ومن هنا نفهم الفرق بين الفرض العين والفرض الكفائي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. سنعرف الأحكام الشرعية ونتعرف من خلالها على التكاليف الشرعية بشكل عام. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طبعا كما أن الحياة يعني تقبل التنوع، فكذلك هذا الدين العظيم ديننا هو دين الحياة، دين الحياة. فهو أيضا يحثنا على التعلم، ويقبل أيضا التنوع والاختلاف بحدوده. فلذلك يجب على طائفة من المؤمنين أن يتعلموا، والباقي مهتمون بأمر بناء الحياة وعمارة الأرض بشكل عام. فليس كل الناس يجب عليهم أن يتعلموا كل الأحكام الشرعية، وهذه يعني نقطة مهمة جدا. هناك من الأحكام يجتمع فيها كل المسلمين، وهذا هو الواجب العيني
والعلم الذي يجب على كل مكلف أن يتعلمه. وهناك من العلوم ما يجب على طائفة من الناس أو جماعة من العلماء أن يتعلموها، فإذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين. وهذا بيّنته هذه الآية الكريمة، قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العلم إخواني الكرام هو سبيل العمل، والعلم يقود إلى الخشية وإلى مخافة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان العلماء هم ورثة الأنبياء، وكان العلماء أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.